امبارح توقفنا عند الشيعة الاثنى عشرية بعد ما كل اللي قبليهم راحوا، يا حرام، كله غلط وكله زنديق وكله الألفاظ اللي انتوا سمعتوها امبارح وأول، وكله خارج من الملة وكله على الشرك والضلال وقتل الداعية للبدع وقتل كل الناس وزيارة القبور شرك والدنيا كلها شرك والصوفية مش حد لسه بقى. احنا انا الرسمة دي اللي متابع، هذا هو الكون، دول البشر اللي عايشين في الكون بكل أديانهم بكل أفكارهم. نكمل عشان لسه في تصاعدا، يعني التقيل لسه ما جاش كل ده. وامبارح اتكلمنا اللعبه اللي بيلعبوها انتوا عارفين اتباع ابن تيميه، لما يجي حد عشان بينقضه فيدافع عن الكل، ففي النص يدافع عن الشيعه الاثنى عشريه، فيقول لك شفت اهو بيدافع عن الشيعه، انا بدافع عن الشيعه وعن التصوف وعن الماتريديه والاشاعره وكل الناس، لانه مش من حق ابن تيميه ولا غيره انه يهدر دم الناس ويحض على قتلهم. نوصل بقى للفرق، انتوا ما تعرفوهاش كتير، مش منتشر زي الشيعه، او حتى مش عارفين دواخل المذهب اللي هم الدروز والعلويين والاسماعيليه الزيديه. خلينا نطلع الزيديه في نفس احكام الشيعه بالظبط اللي انت سمعتوها امبارح، وطبعا دي تكفي، وان كان هو بيميل شويه للزيديه ابن تيميه، لانه الزيديه اقرب لمذاهب اهل السنه في شيء معين، في مساله الخلاف الشهير بين الإمام علي والصحابة الكبار أبو بكر وعمر. إيه هو الشيء؟ خلينا نشرحه بسرعة. في كلمة في اللغة اسمها الفاضل، يعني اسم فاعل، هو فاضل بذاته. اللي يبقى أقل منه في اللغة اسمه المفضول، يعني مفعول، يعني هو مش فاضل في نفسه. فهم بيقولوا الزيدية نقبل بإمامة المفضول على إمامة الفاضل، يعني هم بيعترفوا بالفضل لسيدنا علي، لكن بيقبلوا بإمامة من دونه في نظرهم اللي هو المفضول، اللي هم الذين سبقوه في الخلاف الراشد. تمام؟ فهو بيمن لهم، يا بيقول اهو دول يعني مش، فعشان كده انا مش حاطط، يعني دايما انا قلت لكم مين اللي هو، حتى ده هتلاقي عليه علامات يطلعوا برضه بره في حته الزندقه.